بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيلقي على حضراتكم في إذاعة القرآن الكريم هذا الدرس. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. درسنا هذا اليوم والذي نرغب أن تلقوا الضوء وتتحدثوا فيه فضيلة الشيخ عن هذا اليوم الفضيل، وهو يوم النحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم النحر هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد يوم عرفة، هو يوم الحج الأكبر، سماه الله في القرآن العظيم يوم الحج الأكبر، الحج الأكبر يوم عرفة، لأنه تؤدى فيه غالب مناسك الحج. في هذا اليوم ترمى جمرة العقبة، النزول في منى والمبيت في منى، وينحر الهدي في هذا اليوم، فهو تجتمع فيه مناسك الحج، في طواف الإفاضة في هذا اليوم، والسعي بين الصفا والمروة، فهو يوم الحج الأكبر. يخرج العمرة فهي حج أصغر، وسمي يوم الحج الأكبر لما ذكرنا من أنه تفعل فيه غالب أعمال الحج من رمي الجمرة الكبرى ونحر الهدي والنزول بمنى وأيام التشريق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للقارن والمفرد والمتمتع، ماذا يعملون في يوم النحر أو اليوم العاشر؟ القارن والمفرد إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت طواف الإفاضة وسعى بين الحج والعمرة، فإنه يتحلل التحلل الكامل. وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل المناسك الثلاثة حل له حتى النساء. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: افعل ولا حرج. أعمال يوم النحر مثلا رمي الجمرة، الطواف، والسعي بالبيت، حلق الرأس، أي شيء بدأ به لا حرج عليه في ذلك، ولكن الأفضل ترتيبها، أولا رمي الجمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، هذا الأفضل الترتيب. وإلا لو قدم أو أخر فلا بأس عليه في ذلك، لأنه ما سئل صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عن أي شيء قدم أو أخر من هذه الأنساك إلا قال افعل ولا حرج. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة العيد وبالنسبة لبقية الصلوات على الحجاج في يوم العاشر أو يوم النحر، الحجاج ليس عليهم صلاة عيد وليس عليهم صلاة جمعة، إنما هذا في الأمصار في غير الحج، عليهم صلاة عيد وعليهم مثلا ما شرع الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. من عجز عن النحر يوم العاشر فضيلة الشيخ بالنسبة للحجاج ماذا عليه؟ أيام النحر متمددة، يوم العيد وثلاثة أيام
بعده، في أيام النحر 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، 11، 12، 13. فإذا غربت الشمس يوم 13 انتهى وقت النحر وانتهى الحج كله. نعم. بعض الناس فضيلة الشيخ عند الرمي قد يخالف السنة، ما السنة في الرمي في اليوم العاشر؟ السنة في اليوم العاشر وغيره في الرمي هو أن يأخذ معه 7 حصيات يرمي بها جمرة العقبة، كل حصاة مثل حصى الخذف الذي يخذف على الأصابع، لا كبيرة ولا صغيرة، متوسطة، فيرميها ب7 حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ولا بد أن تقع الحصاة في الحوض، فإن طارت ولم تقع في الحوض لم تجزي، يرمي بدلها. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم على ما بينتم في هذه الأسئلة وفي هذا الدرس المفيد من أيام يوم النحر. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا البرنامج، وتحية من زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.